البطل النقيب الأمل. عايزين نحيي النقيب البطل بما قام به من أعمال. سيظل المحمون جميعا على كافة مستوياتهم يحسبون هذه الخطوات الجريئة التي قام بها سيادتي في أكثر من مكان. أولها أو في أكثر من موضع. أولها مسألة تنقيط الجدوى التي كانت حلما لبعض الجميع، لأننا كنا نفاجئ يوميا ببعض المشكلات التي يواجهها بعض الأشخاص، وحينما ينتهي به الأمر يقول أنا محامي، يكتسب شرعية معينة بيد أنه أبعد ما يكون عن المحاماة، لأنه لا يمارس مهنة المحاماة على أرض الواقع، إنما مجرد حمل الكبير فقط والاستفادة من الخدمات دون أن يعيد أو يعود منه أي أمر من الفوائد أو الوجبات أو الخدمات بالنسبة للإقامة. لذلك كانت مسألة توقيع حلم من الأحلام التي تحققت في عهد السيادات. الأمر الثاني هو بداية العمل في الملحق بالنقابة العامة، وهو أيضا كان من ضمن الآمال التي حققها سيادته التي تلقاها سيادته بحضور وبحضور أبي شيخ. ثلاثة مسألة الارتفاع بمستوى الرعاية الصحية والاهتمام المحميين، وكذا الارتفاع بالحد الأدنى والأقصى من العاش. كل هذه المسائل سوف يتكلم سيادته عنها أو يتحدث عنها، إنما نعتبرها بالنسبة له بطولة تحسب له على مدى الحكيم. أقول أنه نقيب الأمل لسبب أكثر من سبب. أولاً هو الأمل في الارتقاء أكثر من مهنة المحاماة. الارتقاء بمزيد من الحد الادنى والاقصى للمعاش. الارتقاء ايضا ترتقي بمرتبات الرعايه الصحيه بالنسبه للسبب المحامي. واعتقد ان لديه كثير اكثر منه. لديه مشروعات خاصه بالاكاديميه المحاماه وما الى ذلك. الامر الذي سيرتفع بمستوى المحامي. انا لا اريد ان اتحدث كثيرا، انما اريد قبل ان اطرح هذا المكان أن أرحب بكل السادة الزملاء الأفاضل الذين شرفوني. ووفقا لكشف الموجود أمامي أنا بقول هو لأن الأساتذة حسبوهم، الأخ الأستاذ يحيى التوني النقابي الكبير أمين صندوق النقابة العامة، وأعتقد أن الأستاذ يحيى التوني معروف للجميع من السادة المحامين كفشير. الأستاذ الدكتور أبو بكر الدور وهو أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين. الأستاذ أحمد بيه بسيوني وكيل النقابة. الأستاذ حسين الجمال حبيب قلبي عام السابق. الأستاذ ماجد حنا عضو النقابة العامة المحترم. الأستاذ صفوت كمال دائم الاستضافة لنا في الغرداء دائما عضو البحر الأحمر. الأستاذ محسن لطفي الأخ الفاضل العزيز الكريم عضو النقابة العامة عن المنوفية. الأخ الأستاذ أشرف حنتير عضو النقابة العامة عن طنطا. الأستاذ عيسى أبو عيسى عضو النقابة العامة القاهرة. الأستاذ سعد عبد القادر عضو النقابة العامة. الأستاذ راشد الجندي عضو النقابة العامة عن شمال سيناء. الأستاذ أحمد الهنا مهنا عضو النقابة العامة. الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو النقابة العامة. الأستاذ إسماعيل طه عضو النقابة العامة. الأستاذ عماد حامد وكيل النقابة بطنطا. الأستاذ ضيف الله وكيل نقابة النور. الأستاذ محمد أحمد غريب. الأستاذ أشجان البخاري خلصت كده. الأستاذ السيد حسن عضو النقابة العامة السابق. الأستاذ طلحين المهدي. الأستاذ محمد الكسار. الأستاذ علي الصغير. الأستاذ ممدوح عبد العال. الأستاذ مجدي سخن. الأستاذ كمال مهنا. الأستاذ سيد نايف. الأستاذ أسامة سليمان عضو النقابة العامة. الأستاذ كمال مهنا عضو النقابة العامة. الأستاذ طبعا أمينة محمد الغمري نقيب الأهلية حبيبي. والأستاذ كمان مهنا والأستاذ سيد نايف. عذرا الأستاذ مجدي ساخي طبعا. الأستاذ محمد عصمت. والأستاذ محمد عصمت ولا يفوتني في هذا المقام
انا اقول ان الاستاذ مجدي سخي يعني هو بالنسبه لنا يعني من اخر افاضل من اول ما عرفناه في العمل النقابي. اليكم جميعا، اليكم لو سمحت يا استاذ احمد، اليكم جميعا كل التحيه والشكر والتقدير عن شرفتكم. اسف معلش استاذ ادهم، ادهم بيه معلش انا اسف والله. اشكركم جميعا واهلا ومرحبا بكم في مدينه كفر الشيخ، واسفكم هون الاستاذ الاستاذ ماهر الحريري طبعا على عيني وراسي الماليه. الاستاذ ماهر درويش اول جار لنا حبيبنا واخونا الفاضل. ومع الاستاذ طبعا هياخد النادي سياده النقيب بيقول ده بيبقى جار مشترك عشان النادي المقترح. الاستاذ صلاح مع الاستاذ صلاح، وارجو ان يكون يعني الحديث انا بطلب الحديث عشان سيادتنا وخيرنا نستمتع بيه اكتر. امين سيدي.